المبادرين بلا استثناء وفي مقدمتهم دكتور مصطفى النجار كانوا رافضين لمسألة المجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي كما قيل لا سند قانوني ولا دستوري، والإعلان الدستوري لا يتضمن تشكيل مجلس رئاسي في كل الأحوال. لكن الحقيقة ما أريد أن أقوله وأؤكده أنه يوم الخميس القادم هو اليوم الأخير في مسألة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمعايير التي تحكم تشكيل الجمعية التأسيسية. إذا لم نتوصل إلى اتفاق في هذه اللحظة سيتبوأ ويتصدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمسؤوليته في هذا الإطار. الإعلان الدستوري يعطيه الحق في ذلك، وهو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق كما فهمنا من كلام المشير وكلام الفريق أن المجلس سيتصدى لهذه المهمة على وجه التحديد، وسيضع إعلان دستوري مكمل يحدد المعايير الأساسية لتشكيل الجمعية التأسيسية، ويحدد أيضا المدى الزمني لإعداد الدستور المنظم للحياة السياسية والقانونية في البلاد. وهذا الأمر بالتأكيد سيعلن عنه قبيل الانتخابات الرئاسية، يعني القرار سيصدر بعدها إذا لم نتوصل الاتفاق. لكن حتى الآن النوايا واضحة، ويمكن إخواننا ممثلي حزب النور اللي كانوا موجودين أبدوا اعتراضهم على مسألة صدور إعلان دستوري مكمل، وقالوا دعونا نتفاوض مع القوى التي لم تحضر لنصل معها إلى قواسم مشتركة، خصوصا وأن المعايير التي وضعت في اتفاق 28 إبريل الماضي والتقسيمات الموجودة فيما يتعلق بالأحزاب والنقابات والمؤسسات الدينية وقوى المجتمع المدني ثمت اتفاق عليها، وسيتم التواصل فيما يتعلق بال 37 اللي هم حصة أو نصيب الأحزاب السياسية للوصول إلى اتفاق بين القوى المختلفة، وساعتها سوف يمضي هذا الأمر. حقيقة احنا لاحظنا في الاجتماع أيضا تأكيد المشير طنطاوي على أن الجيش مصمم على تسليم السلطة في 30/6 لا رجعة، وأن الجيش يقف على مسافة واحدة من كل مرشحي الرئاسة، وأن الجيش مصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مهما كان الأمر، وتجرى الانتخابات وفقا لما هو معلن، انتخابات الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق كما هو معلن من نتائج الانتخابات الأخيرة.